مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه التغطية الإخبارية التي تأتيكم الطريق إلى البرلمان، نستهلها بمجموعة من الأخبار نبدأها مع اللجنة العليا للانتخابات. أغلقت اللجنة العليا للانتخابات باب تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، وذلك بعد أن استمرت في تلقي الطلبات منذ الأول لمدة 12 يوما على مستوى الجمهورية بمقر اللجان الفرعية بالمحاكم الابتدائية. وكانت اللجنة قد أعلنت أن عدد الذين تقدموا بطلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة وصل حتى أمس إلى 5037 شخصا وخمس قوائم انتخابية، فيما تم استثناء دوائر محافظة إنا حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل بعد التعديلات التي تمت فيها بشأن بطلانها. وتستمر اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تلقي تقرير الكشف الطبي للمرشحين الذين تقدموا بأوراقهم حتى ظهر يوم 15 من سبتمبر الجاري. وأخبار الكشف عن المرشحين، أعلنت وزارة الصحة في بيان رسمي لها اليوم أن المجالس الطبية المتخصصة وقعت الكشف الطبي على 6692 من راغبي الترشح في برلمان 2015 حتى الساعة 9 من مساء أمس. بينما قرر مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة تشكيل غرفة عمليات في مقر النادي لمتابعة الانتخابات البرلمانية وتذليل العقبات التي قد تواجه أعضاء الهيئة ممن يشرفون على العديد من لجان الانتخابات، وذلك في إطار الإشراف القضائي الكامل من القضاء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة على العملية الانتخابية. ومن مجلس إدارة نادي هيئة القضاء إلى مجلس الدولة، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما قضائيا أجازت فيه للمحبوس احتياطيا الحق في الترشح لمجلس النواب، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تمكين أحد المواطنين المحبوسين احتياطيا من إجراء الكشف الطبي عليه لاستكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب المقبل الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة البحيرة وما ترتب على ذلك من آثار. قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن حق الترشح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، بل على رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالإرادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، وهو حق قابل للتنظيم التشريعي ولا يجوز التقييد عليه، مشيرة إلى أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق. وإلى مسألة الكشوف الطبية، حيث تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم أولى جلسات الطعون المقامة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن سريان الكشوف الطبية للمرشحين السابق لهم إجراء الكشف الطبي في شهر فبراير الماضي، وطالبت الدعوة بإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتقضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إلغاء رسوم إعادة الكشف الطبي وإعفاء المرشحين الذين سبق لهم السداد. أستاذ محمد بصر، رئيس القسم القضائي بجريدة الشروق، أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. ممكن تكلمنا النهاردة عن أهم الأحكام، أهم اللي حصل في القضاء الإداري النهاردة بخصوص الانتخابات؟ يعني هو الحقيقة هو أهم حكم، يعني كل القضايا التانية اللي هي موجودة الخاصة بالانتخابات تم تأجيلها، ولكن حكم اللافت جدا ويعتبر الأول من نوعه بصراحة هو حكم القضاء الإداري بإلزام لجنة الانتخابات، لجنة الأحزاب السياسية بمراجعة الأوراق ومراجعة الشروط بالإشهار بتاعة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وذات الطبيعة الإسلامية، بناء على دعوة مقامة من المحامي عصام الإسلامبولي. والحقيقة الحكم ده في منتهى الخطورة، يعني الحكم ده قد تكون له تبعات وآثار تتخطى العملية الانتخابية، لأن احنا عارفين طبعا ان الانتخابات الأحزاب الإسلامية او الأحزاب اللي ليها علاقة بالمرجعية الدينية كما يطلق عليها، يعني هما تقريبا 11 حزب حاليا موجودين في مصر، ابرزهم حزب النور، حزب النور السلفي، وكمان منهم حزب مصر القويه المرشح الرئاسي عبد المنعم ابو فتوح، وبعض الاحزاب الاخرى التي يمكن يعني للصلاح ان هي كانت
مؤيده لحكم جماعه الاخوان المسلمين، وابرزها طبعا حزب الوسط والفضيله والاصاله والوطن وما الى ذلك. طيب طب هل في يعني مده زمنيه تسمح للجنه شؤون الاحزاب بهذا العمل ولا الوقت محدود؟ لا، هو الوقت متاح للجنة، هي ملوش علاقة بالانتخابات، هذا الحكم ليس له علاقة بالانتخابات، ولكن هذا الحكم إذا تم تنفيذه فطبيعي جدا أن لجنة الأحزاب السياسية تحيل ملفات والشكاوى ضد هذه الأحزاب جميعا إلى النائب العام، والنائب العام يجري تحقيق فيها خلال فترة ما بتبقاش طويلة، بتبقى فترة قصيرة كما حدث في حكم أو في حالة حل الحزب الحرية والعدالة. وإذا ارتأت لجنة الأحزاب السياسية التي رأسها النائب الأول رئيس محكمة النقض إن تحقيقات النيابة تدين هذه الأحزاب، فعليها أن ترفع دعوة بحل هذه الأحزاب جميعا أو أي منها أمام المحكمة الإدارية العليا. بس ده يا فندم ازاي ما مش هيبقى له علاقة بالانتخابات؟ إذا كان دعوة الحل دي هترجع أيضا بأثار سلبية على البرلمان في حال إن الانتخابات تمت ووصلنا إلى هذا البرلمان ثم صدر هذا الحكم. ليست لها علاقة بالانتخابات، بمعنى أن إذا بالفرض الجدلي أن حكم أن في حكم صدر بعد التحقيق وبعد تحقيقات النائب العام ولجنة الأحزاب السياسية ضد حزب النور على سبيل المثال، وتم حل حزب النور، فالأعضاء الموجودين داخل مجلس النواب عن حزب النور فهم أعضاء بصفتهم، في بعضهم نازل بفردي وفي بعضهم نازل بقائمة. طب وبالنسبة للي هيكونوا تبع القوائم حزب النور هيحصل معاهم مجلس النواب؟ في الحالة دي مجلس النواب هو الذي سيكون سيد قراره، هو اللي هيشوف بقى ويقرر وفق اللائحة بتاعته إذا كان دول يخرجوا باعتبارهم سقطوا صفتهم الحزبية راحت عنهم أو لا. المسألة معقدة بشكل، لأن احنا ما شفناش حدث زي ده قبل كده، أن يصدر حكم أولا، يعني الحكم الأحكام التي صدرت بشأن أحزاب أو بحل أحزاب ما حصلش غير في حالة حزب الحرية والعدالة، وبالتالي احنا ما قدمناش سوابق كتير نقدر نتكلم عليها او نقدر نسترشد بيها. دلوقتي الاكيد في الموضوع ان التحقيقات ليست مرتبطه بمواعيد الانتخابات، يعني يعني التحقيقات مش مربوطه بان يجب ان تحدث قبل الانتخابات. طيب اشكرك جدا استاذ محمد بصل رئيس القسم القضائي بجريده الشروق وضحت الصوره، وننتقل الان لمستشفى دار السلام نتابع مع زميلتنا هلا انديل من هناك اخبار الكشوف الطبيه. اهلا بيك يا هلا ومعاكي. قولي لنا ايه الاخبار، ايه الاعداد الموجوده عندك اللي تقدموا النهارده للكشف الطبي من المترشحين للبرلمان؟ نعم دينا، ارحب بك. بالفعل متواجده بمستشفى دار السلام هرمل، هي احدى المستشفيات التي يقوم بها المرشحين او المرشحين المحتملين لمجلس النواب القادم باجراء الكشوفات الطبيه. يعني من الممكن وصف الاقبال اليوم من خلال المرشحين، وهو اليوم الاخير كما تعلمي ويعلم الساده المشاهدين، هو اليوم نهايه الماراثون الخاص بالكشف الطبي. لن تستقبل المستشفيات اي كشف طبي اخر بعد الساعه 7 من مساء هذا اليوم. الاقبال اليوم دينا متوسط، يعني هذه المستشفى التي نتواجد بها يعني تقدم إليها لإجراء الكشف الطبي للمرة الأولى بالنسبة للمرشحين الذين لم يجروا الكشف الطبي من قبل، وأيضا يعني نضيف عددهم على عدد الذين أجروا الكشف الطبي في فبراير الماضي ويقومون بإعادة هذا الكشف طبقا لقرار محكمة القضاء الإداري. مجموعهم لا يزيد عن 50 مرشح حتى هذه اللحظة، وتستمر إجراء الكشف الطبي في هذه المستشفى حتى 7 مساء. يعني حتى الآن لم نشهد أي مشكلات سوى المتعلقة بالشكاوى التي يقوم بها المرشحين من إعادة دفع رسوم مرة أخرى لإجراء الكشف الطبي، وهذا بالنسبة للسادة المرشحين الذين يقومون بإعادة الكشف، هم دوما يعلقون على هذه النقطة وهي الرسوم الخاصة بالكشف الطبي، والتي كانت تبلغ 2850 جنيها وتم تخفيضها إلى حوالي 1500 جنيه فقط، مراعاة لما يعني حدث لهم من أنهم دفعوا 4500 جنيه أو ما يزيد عن ذلك في المرة السابقة. حتى الآن يستمر توافد المرشحين بأعداد قليلة نسبيا. ستستقبل المستشفى المرشحين غدا وبعد غد وإلى
3 أيام مقبلة لاستلام الكشوف، ولن تقبل أن تجري الكشف الطبي مرة أخرى على أي من المرشحين. يعني دينا هذه الصورة لدي حتى الآن. شكرا هلا أنديل، والآن إلى فاصل نعود بعده ونستقبل ضيفنا السيد حسين منصور مرشح عمدارة الخليفة المؤتم في البرلمان القادم، انتظرونا. مشاهدينا اهلا بكم الى هذا اللقاء في الطريق الى البرلمان. بالتاكيد ان احنا هيعنينا في كل يوم ان احنا ننتخب وننتقي عدد من المتقدمين للترشح للبرلمان القادم لإلقاء الضوء على خططهم ووعودهم البرلمانية ونظرتهم إلى انتخابات 2015، إيه الفارق بينها وبين أجواء انتخابات 2010، إيه توقعاتهم. والنهاردة كمان جد جديد لأنه استقالت الحكومة مع ساعات النهار الأولى النهاردة، كانت مفاجأة. هل هذه المفاجأة ستؤثر على موعد الانتخابات أو ستؤثر على العملية الانتخابية بشكل عام؟ خلونا نعرف ده مع ضيفنا مهندس حسين منصور مرشح عن دائرة الخليفة والمؤتم والدرب الأحمر عن حزب الوفد ونائب رئيس الحزب وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا. نبدأ بالانتخابات، لأنه عفوا استقالة الحكومة، لأنه النهاردة استقالة الحكومة الحقيقة كانت مفاجأة. هل تغيير الحكومة هيأثر على الانتخابات، هيأثر على موعدها، ولا الحكومة ملتزمة بالموعد اللي حددته اللجنة العليا للانتخابات؟ هل أيضا يعني فرصة الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان المقبل في تشكيل حكومة جديدة؟ الحقيقة أن استقالة الوزارة هي نصف مفاجأة، لأن طبعا تتابع الأخبار عن حدوث خلل أو وجود بؤر عليها قضية الفساد، قضايا متعلقة بالفساد، يعني تتصور ان ده ليه علاقة باستقالة الحكومة؟ بالتأكيد بالتأكيد، ان قضية وزير الزراعة وإثارة غبار كثير حول يعني اسماء اخرى، بس خرجوا ونفوا ده صحيح، لكن هذا الغبار الذي أثير اصبحت الحكومة في وضع يعني يثير تساؤلات وحافظة الناس. فمن هنا كان إصراع رئيس الجمهورية إلى استبدال أو تشكيل حكومة جديدة، لأن الأمر بقى في قدر من اللبس والشبهات العالقة بالحكومة على وجه العموم، يعني دي لها أثر واضح، لكن أثرها على الانتخابات ما أعتقدش أنها بقى لها أثر على الانتخابات، لأن الحكومة القادمة هي تلتزم بتنفيذ المواعيد المعلنة، والحكومة جادة يعني زي ما شايفين كلنا جادة في الالتزام بمواعيد الانتخابات. الحكومة سوف يلتزم بالمواعيد المعلنة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، لأن دي مواعيد ملزمة وعلى الحكومة والجهاز الحكومي يعني تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لإجراء انتخابات في أجواء آمنة مفتوحة، والناس لازم تنزل يعني على اعتبار توفير المناخ الملائم لنزول الناس للتصويت، وهذا أمر الحكومة سوف تكون ملتزمة به. طب هذه الحكومة الجديدة اللي احنا في انتظار تشكيلها الآن، هل والكلف بتشكيلها وزير البترول، هل تتصور حضرتك ان ده هيأثر على فرصة الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان القادم في تشكيل حكومة جديدة نظرا لضيق الوقت؟ يعني هي بقى عمرها قد ايه الحكومة دي؟ ده متوقف على نتيجة الانتخابات. اذا لم يحدث ان تمكنت كتلة سياسية ان تحوز اغلبية تمكنها من تشكيل الوزارة، بالتأكيد سوف يكون التوافق هو السبيل لتشكيل الوزارة. اذا كانت الاغلبية المستقلين هيبقى في توافق طبعا هيحدث للوصول او للاتفاق على رئيس الوزارة والحكومة الجديدة. أما إذا حازت كتلة سياسية مشكلة من أحزاب أو أيا كان الأمر، هيكون طبعا بالتأكيد في. طب اسمح لي ندخل على طول بقى في أهل دايرتك، ليه اخترت الخليفة والمؤطم والدرب الأحمر؟ لا أنا مولود ومنطقتي. أنت ابن الدايرة يعني؟ منطقة الحلمية الجديدة، ودي في قلب الخليفة وفي قلب الدرب الأحمر والمؤطم، ولعل العلاقات بين الدرب الأحمر والخليفة والمؤتمر هي علاقة تماسك وعلاقة وحدة واتصال، إن منطقة متصلة ببعضها.
مفيش شك. وانا عائلتي كلها من الحلميه واقامتي وحياتي واتجوزت في الحلميه وحياتي كلها من الحلميه. طيب ازاي هتستفيد من خبره حضرتك في عضويه مجلس نقابه المهندسين في المعركه الانتخابيه للبرلمان؟ وهل في مشاريع بقى هندسيه مثلا ستقترحها في البرلمان لانقاذ يعني منطقه او دايرتك متعلقه بالدايره او بالكتله التاريخيه والاثريه في القاهره الخديويه واللي تتبع للدايره اللي حضرتك هتترشح فيها؟ هقول لسيادتك، اولا تعقيبا على سؤال سيادتك الاول، دائره الخليفه والمقطم والضرب الاحمر دائره اوسع دائره في القاهره تمتد من شارع الازهر حتى تصل الى الطريق الدائري عند واحه النخيل وكارفور، فدائره متسعه جدا. وهذا تقسيم ظالم وسيء اتت به اللجنه التي كان يرأسها الوزير الهنيدي ومستشاره رفعت قمصان. ما هو ده جاء يعني في اطار التقسيم. لا لا يا فندم، هذا الكلام غير طبيعي. كان اولى باللجنه ان يكون الضرب الاحمر والجماليه كمنطقه واحده والخليفه لوحدها ومشيط نصر لوحدها والمقطم لوحده. هذا اقصد ان القضيه دي يعني قتلت بحثا واتكلمنا فيها كتير وفات اوانها. ظلمت الدائره دي يعني تحديدا لانها اوسع يعني. نائبين للدائره دي امر مجحف للدائره ولاهل الدائره ومجحف للنائب الموجود في الدائره. الامر الثاني، دائرتنا دائره متسعه جدا لا تحتوي التي هي ممتده من الضرب الاحمر وصولا للمقطم ومرورا بالخليفه. لا تحتوي الا على مستشفى واحد يعمل هو مستشفى احمد ماهر. اما مستشفى الخليفه العام فهناك سمت مشكله هندسيه ضخمه فيه، المستشفى قرر فجاه ازالته بطريقه متعسفه وبطريقه غير مفهومه في 2008. حصلت احتجاجات، اصدر عبد العظيم وزير محافظ القاهره امر بوقف الهدم اللي حدث، واصبحت المستشفى مجرد مجموعه من العيادات الخارجيه. وهذه المستشفى كانت مستشفى قديمه، كانت مستشفى رمض في الاول ثم تحولت الى مستشفى عام سنه 79، وكانت متخصصه في العيون والامراض القلب، وكان فيها جهاز غسيل كلوي. كل الاجهزه اخذت في المستشفى واصبحت مش موجوده. منطقتنا الكبيره التي تحوي يعني كل المنطقه دي ما فيهاش غير مستشفى احمد ماهر فقط، وده مستشفى تعليمي كمان. واخد بال سيادتك، المنطقه تحوي اكتر من 1.5 مليون مواطن. والضغط على احمد ماهر مش فقط من الضرب الاحمر والخليفه والمقطم، الضغط عليها من السيده زينب وعابدين كمان. واخد بال سيادتك، على هذا الاعتبار احنا عايزين نشكل لجنه هندسيه ترى المبنى صالح للترميم حتى يمكن إعادة المستشفى للعمل مرة أخرى. وهذا خلاف مع المحافظة والحي، إن التقرير اللي هيؤخذ من اللي هتشكله إذا تمكننا أن نشكل لجنة هندسية من الخبراء المتخصصين في كلية هندسة جامعة القاهرة بمعرفة نقابة المهندسين، هل في إمكانية أن يؤخذ تقريرها مأخذ الجد علشان نعيد المستشفى للحياة؟ ده سؤال مطروح. متصورة ان حضرتك كمان ممكن تقول نعمل مستشفى جديد يعني ده فيه لسه جاي لسيادتك. في المقطم في اراضي خالية يمكن ان نقيم عليها مستشفى عام، وهذا امر ضروري لدائرة المقطم وتحوي عدد كبير جدا من السكان. في الضرب الاحمر توجد مساحات خالية يمكن ان نقيم فيها مستشفى يوم واحد. عندنا في دائرة الخليفة المستشفى الأمريكي وهو غير مستخدم وغير مستغل، نريد أن نبث فيه الحياة وندافع عنه. عندنا مستوصف نسيم في منطقة الخرطة في الخليفة، نود أن يتم تحويله إلى مستوصف عام واسع أو مستشفى يوم واحد. يعني طب أنا هستأذنك نروح لأبناء دايرتك، إحنا في منتصف الدايرة بالظبط في منطقة الخليفة مع زميلنا محمد بهاء، ونشوف أهل الدايرة إيه طلباتهم من مرشحهم القادم، أو إيه مواصفاتهم في مرشحهم أو نائبهم في البرلمان، وإيه مشاكلهم الفعلية على أرض الواقع. مع زميلنا محمد بهاء، معاك يا محمد. مرحب بيكي دينا وبالساده مشاهدي تلفزيون الحياه من منطقه الحلميه الجديده وتحديدا من شارع الحلميه القديمه، وهذه المنطقه اللي بتتبع طبعا اسم او تابع لاسم الخليفه. نرصد مشاكل اهل هذه المنطقه او ما يعانون منه، وكما اكد ضيفك الكريم كانت اول هذه المشاكل بالطبع هي قله الامكانيات بالمستشفى الخليفه العام، وهي طب بالطبع على مقربه من هنا. يعني نرصد يعني هذه المشكله من خلال اللقاء معنا مع استاذ ناصر. استاذ ناصر برحب بيك اولا، ويعني مستشفى فيها فعلا قليله الامكانيات. ما فيش امكانيات خالص، المستشفى زي المستوصف بالظبط متدمره خالص، بقى لها كام سنه وكان مديرها مقاول
وسابها ومشي، ما حدش ولا سأل فيها. دي كانت بتخدم ثلاث مناطق، المعطم والدرب الأحمر والخليفة. يعني بس هي شغالة فيها استقبال؟ ما فيهاش إلا استقبال بس ضعيف زي المستوصف بالظبط. يعني لو نفصل أكتر، لو معاك حالة دلوقتي بتتجه على فين غير مستشفى خليفة؟ لا، في على أحمد ماهر الحسين، وطبعا بعيد عن الناس، يعني ما تلحق الحالة مش هتلحقها إزاي؟ المستشفى ده عايزينها حل، ملهاش حل، ده عايزه تبني. بالتالي طبعا المستشفيات الاخرى ممكن تقبل حالتك او ممكن لا تقبلها بالطبع. ما تقبلش، يرحلك على قصر العيني، على اي حته. لكن دي هنا منطقه كانت خدمه المنطقه كلها وخدمه البساتين، يعني حوالين المناطق اللي حواليها كلها دلوقتي متدمره. ما فيش. لو بتطالب احد المسؤولين في محافظه القاهره يعني بان هو يرفع من كفاءه المستشفى، او ان طالب وزاره الصحه بايه؟ المستشفى عايزه تتبني من جديد، يجي اي حد يبص عليها. نعم. مسايبينها بقى لها كام سنه. نعم. عايزه تترمى من جديد. سيادتك بص عليها كده هتلاقيها مدمره. بشكر حاجة جدا. يعني مشكلة أخرى نرصدها من خلال لقاء آخر مع أحد مواطني دائرة الخليفة. حيث كنا بنتكلم عن قبل الهوى عن الآثار الإسلامية الكثيرة الموجودة في هذه المنطقة، وبرضو يعني شايف حضرتك ليك رأي في هذا الموضوع. أيوة، منطقة الخليفة ومنطقة الدرب الأحمر مليئة بالآثار الإسلامية القديمة. نعم. المفروض كانت الدولة تهتم بالسياحة فيها، لأن يعني دي واجهة القاهرة. واجهة القاهرة المفروض كانوا اهتموا بيها قبل كده. يعني البرلمانات اللي فاتت كلها كانوا كلهم بيقعدوا على الكراسي وبينسونا خالص. الشباب محتاج وظائف. يعني لو اتفتحت مشروع هنا مثلا في الخليفة والضرب الأحمر زي شارع المعز لدين الله، واخد بال حضرتك، شارع لمزارات السياحية أو سياحي، مزار سياحي. نعم. ده هيوفر فرص عمل كبيرة جدا. نعم. لشباب المنطقة كلها، وده بيشيل عبء عن الحكومة في انها توفر عمل ليها او حاجة. نعم. يعني لو نرجع برضو لمشكلة البطالة في منطقة الخليفة، في بطالة كتير من والشباب عمل يا فندم. الشباب كتير، انا ابني متخرج بقى له 3 سنين من سياحة وفنادق، وشغال في مطعم فول وطعمية. يعني ما الناس ساعات تفرج على الشباب قاعد على القهاوي كلها، ما فيش شغل، كله بيشتغل شغل غير شغلته. بياع سريحه، ودبلون معاه مال عالي، وشغال في قهوه. يا واسع حضرتك، ماذا تطلب من مرشح البرلمان القادم؟ مرشح البرلمان المفروض يبص ان هو ما يقفلش مكتبه ويمشي زي كل واحد. يعني البرلمان اللي في كل برلمان سيادتك يقفل ينجح من هنا، ما نشوفش خلقته الا بعد 5 سنين. ما ينفعش حتى ينزل جديد، احنا عايزين واحد جديد. ما ينفعش الناس اللي قدام دي ما حد مش عايزين يشوفها. بشكر حضرتك جدا. اسالك برضو نفس السؤال استاذ سامي، ماذا تطلب من مرشح البرلمان القادم؟ نظره رأفة لشباب الخليفه، اللي هو شباب المستقبل، انه يبص له بصه ويوفر له فرص عمل. يوفر له يعني معلش، انا ابني خريج بكالوريوس تجاره وبيشتغل عامل في اولاد رجب. ده كلام. بشكر حضرتك جدا استاذ سامي، وعذرا لضيق الوقت. ودي كانت يعني برصد لبعض المشاكل في دايره الخليفه، وتحديدا في منطقه الحلميه الجديده. عوده مره اخرى اليك دينا. شكرا محمد بهاء من منطقه الخليفه، ومعاك باشمهندس حسين منصور المرشح عن دايره الخليفه والمقطم والدرب الاحمر. واضح ان حضرتك حاطط ايدك على مشاكل المنطقه، لانه نفس الكلام اللي حضرتك قلته الناس قالته. ايوه، قالوا محتاجين. أيوة. المستشفى زي المستوصف الصغير محتاجين. دي كارثه موجوده بقالنا ما يقرب من 10 سنين بنعاني منها. وهذه المستشفى كان بيتم تحطيمها من اجل تمرير قانون التامين الاقتصادي فيما قبل 2011. كانوا عايزين يخدموا زي كل مستشفيات التامين، عايزين حاجه كانت ماساه غريبه جدا. وهذه المستشفى دي كانت اصلا مستشفى رمض، كانت زمان في مصر في كل منطقه مناطق في مستشفى رمض عام، لان مرض الرمض كان بيواجه. تحولت بعد ذلك 79 الى مستشفى عام، وكانت مستشفى متخصصه ولها قيمتها وبتمثل خدمه ليس فقط للخليفه او الضرب الاحمر، بل زي ما قال لسيادتك وصل البساتين. حاليا الناس كلها عابدين السيده الخليفه رحيل احمد ماهر. ده معقول؟ هيتحمل ايه احمد ماهر؟ وبيقول انهم بيحولوهم على القصر العيني، بيحولوهم على اماكن كتير. مش هيتحمل حاجه. احنا عندنا في دايره الخليفه والضرب الاحمر والمقطم في كميه اثار. طبعا الخليفه والضرب الاحمر متركز فيها الاثار الاسلاميه كلها، بما يقرب من 80% من الاثار الاسلاميه في القاهره موجوده في الضرب الاحمر وفي الخليفه. يعني سيادتك لو مشينا من باب بوابه المتولي اللي هي باب زويله وصولا الى
شارع محمد علي، هتمر بالخيامية والمغربلين، هتلاقي كتلة أثرية وتاريخية، آثار متتابعة، آثار متتابعة. هذا الأمر عايزين نحول هذا الشارع من بوابة المتولي إلى المغربلين وتقاطعه مع محمد علي إلى ما يشبه شارع المعز لدين الله، متحف مفتوح يقدر يجذب السياحة ونمد البصر لقدام. بس ده محور مروري مهم جدا يا فندم، مش محور مرور المغربلين والمغربلين، لا اقصد منطقه سور مجرى العيون والمنطقه سور مجرى العيون، لا انا بتكلم بوابه المتولي عند في الضرب الاحمر، لا ملهاش دعوه بسور مجرى العيون، لا لا ده مكان اسواق، مجموعه اسواق والحركه فيها حركه السيارات قليله فيها، واخد بال اللي هي عند مديريه الامن لا مش ولا مديريه، في الظهر عند بوابه المتولي اللي في ظهر مديريه الامن بعد شويه، ويمشي سيادتك مش شارع الداخل، ده شارع مستمر على فكره لغايه يعني قصدك شارع السوق الخيامية والمغربلين الخيامية والمغربلين، واخد بال سيادتك دي لما تمد البصر هتمشي في شارع السيوفية وتصل لشارع الصليبة، ده امتداد، ده شارع قديم من ايام القرية المملوكية، شارع كان مخطط وما زال مستمر، واخد بال حضرتك، احنا عايزين نحول الخليفة فيها في شارع الصليبة، بتيجي من ميدان القلعة وصولا لجامع ابن طولون، بتمر بقرابة 8 جوامع، 8 جوامع قايتباي محمدي، ابن طغربرد، سرغات مش، ابن طولون، هذا المحور لابد من تحويله الى ما يشبه متحف مفتوح والشارع متسع، وهو حاليا كده الحقيقه الواحد يتالم يعني لما يروح عند بوابه المتولي وتلاقي الناس فاتحين في الاثر محلات بص بعينيك البوابه، ممكن عايزين نحوله لمكان مهيئ لاستقبال حركه السياحه واستقبال السياح، ده كله هيخلق رواج اقتصادي يوفر فرص عمل من غير ما اي حد يقول ان انا بمنح ده فرصه عمل او بجيب له فرصه عمل، لا الوضع الاقتصادي هيخلق لوحده فرص عمل تلقائيه لابناء المنطقه، وهو المواطن الحقيقه قال كده، ولا شك ان الضرب الاحمر والخليفه بيعانوا معاناه بالغه، احوالهم الاقتصاديه ليست حسنه بالمقارنه بالدوائر المختلفه، دائره الخليفه فيها عدد كبير جدا من الصنايعيه هي والضرب الاحمر والحرفيين، ومحتاجين نقابه تدافع عنهم وتوفر لهم سكن، عندنا كل الصنايعيه في شيخات الخليفه وشيخات الضرب الاحمر ساكنين مع اهاليهم، وفي زحمه عاليه في هذا الامر، فاحنا محتاجين نوفر لهم سكن، النقابه ممكن توفر هذا، لو انها تقدر تاخد قطعه ارض من نقابة الدوله، نقابه المهندسين، لا نقابه العاملين يعني تجمع كل هؤلاء العاملين، نقابه العاملين في البناء والمعمار، واخد بال سيادتك، وتاخد قطعه ارض من الدوله وتقيم عليها مساكن بالتكلفه الاقتصاديه لاعضاء هذه حضرتك النقابة. برضو كعضو مجلس اعلى لنقابه المهندسين هتقدر في تساعد في انه يطلع من نقابه المهندسين مشاريع لتنميه هذه المنطقه الاثريه، ده بالتاكيد، وللترميم ولاعاده البناء ولتخطيط المنطقه الاثريه اللي حضرتك بتحلم تحولها لمتحف مفتوح. هقول لسيادتك في المحور المروري من مخرج المقطم مرورا بميدان السيده عائشه وصولا لميدان باب الخلق، مخرج المقطم مع صلاح سالم وصولا لميدان السيده عائشه وصولا، ده اللي انا كنت بكلم حضرتك عنه، أيوة. اللي كنت بقول لحضرتك محور المروري لابد له من معالجه، هناك ازمه كبيره في المقطم، احنا الكوبري اللي بيخرج من المقطم الى شارع صلاح سالم حارتين وحارتين، احنا بدنا ان هذا الكوبري يتم توسعته حاره وحاره زي الكوبري اللي عند كوبري الجلاء اللي عند مستشفى الجلاء اللي ايه على شارع صلاح سالم، عايزين نزود حاره وحاره، وهذه هناك امكانيه بسيطه وسهله لعمل هذا، لا سيما ان الكوبري قصير المسافه وبيمر فوق شارع الاستراد، ويمكن عمل الدعائم في منتصف طريق الاستراد على الرصيف، يعني مش هيعوق حركه الاستراد من تحت، هيتم عمل هذا بسهوله، وهذا المخطط احنا بندافع عنه، عايزين كوبري السيده عائشه يتم استطالته باكيتين في اتجاه المنزل وباكيتين في اتجاه المطلع، لانه حوادثه كتير الحقيقه، لانه ده هيؤمن الكوبري فضلا عن ان يجعل المرور من شارع صلاح الدين القادم من القلعه ومتجه لصلاح سالم يمر من اسفل الكوبري ويحود مباشره على صلاح سالم في اتجاه مصر الجديده، واللي قادم من صلاح سالم ورايح الجيزه عايد للجيزه هيلاقي باكيتين، ممكن نضبط حركه الميكروباصات في هذه المنطقه اسفل الكوبري، فضلا عن ضبط المرور طبعا في المنطقه في كارثه في هذا الامر، شارع محمد علي عندنا مناشده ان احنا نفتح الممر الطريق امام مديريه امن القاهره، المواطنين في الضرب الاحمر وفي الخليفه بيعانوا معاناه بالغه ذهابا وايابا
عبر نقطة المرور عبر باب الخلق، إن الطريق مقفول قدام المديرية وبيحدث تكدس مروري ممكن نمر فيها خلال نصف ساعة 45 دقيقة في مناشدة إن احنا نفتح هذا المحور المرور قدام المديرية، فضلا عن ضبط مروري في شارع محمد علي يدعم الحركة، لأن منفذ السيدة عائشة هو اللي بيودي للقاهرة وللجيزة، واخد بال سيادتك؟ فالمشكلة مش منعكسة فقط على الخليفة والضبط الأحمر، لا ده منعكسة على القاهرة والجيزة أصلا. طبعا بيعمل شلل مروري المنطقة دي دايما بتعمل شلل. هذا الأمر طبعا احنا بندعو لمؤتمر حتى يحضروا كبار اساتذه التخطيط والمرور وبحضور محافظ القاهره وبحضور وزير النقل، الامر كارثه متعلقه بالقاهره كلها. طيب المواطن الثاني اللي كان فيه حوار معاه مع زميلنا محمد بهاء اتكلم برضو عن فكره الوظائف، اتكلم فيها في سياق المنطقه الاثريه انها تفتح مجال العمل في مجال السياحه، ولكن هل في من وعود انتخابيه برضو حضرتك بتقدمها لاهل دايرتك، الدايره اللي حضرتك متقدم للترشح فيها، على اساس انه دايما المواطنين وخاصه في المناطق اللي زي دايرتك اللي فيها تجمعات شعبيه بيبقى نظرتهم لنايبهم في البرلمان انه هيقدم لهم خدمات من نوعيه الوظائف ومش بس الرعايه الصحيه، خدمات خاصه يعني، فهل حضرتك هتعملها بشكل معمم اللي احنا بنتمناه ان ما تبقاش اوراق تطمدي ولكن فرص عمل للجميع؟ البرلمان القادم معني طبقا لمواد الدستور بتحويل مجموعه من المواد الى مواد الدستور الى قوانين، تحويل الى قوانين، ده امر متعلق بالتعليم وبالصحه بآليه التطوير والتدريب. مصر معضلتها حاليا هي آليه التطوير والتدريب، بدليل ان قدره المهنيين على غزو اسواق العمل اصبحت اقل طبقا لتراجع بالعدم اختفاء بعدم وجود اليه التطوير والتدريب، وهذا الامر متعلق بالمهنيين وبالحرفيين. واليه التطوير والتدريب هتفتح افاق واسعه لابناء دايرتنا ان احنا نستطيع ان نصدر عمالة سواء حرفيين أو مهنيين إلى الخارج، تستطيع أن تغزو الأسواق الخارجية، فضلا عن احتياجات مصر الواسعة طبقا للخطط المستقبلية في البناء والتوسع والعمران، إن دي بتوفر فرص عمل واسعة. هذه فرص عمل لا يمكن أن تتوفر إلا إذا كانت هناك آلية للتدريب والتطوير وتهيئة الفرد والمواطن لأن يكون كفء لاحتلال مكانه والقيام بوظيفته. وهذا هو الأمر الذي تعاني مصر منه من خلل واسع عبر 40 سنة، وإحنا في طبعا في غياب كامل عن التطوير والتدريب، وده منعكس علينا في كافة المهن وفي كافة الأمور الحرفية يعني مش فقط يعني. طب لو سألت حضرتك ليه اخترت تترشح عن حزب الوفد، أو إيه الدعم اللي هيقدمه لك هذا الحزب كحزب عريق في الممارسة البرلمانية لما تتقدم من خلال؟ أنا وفدي من وأنا في ثانوي، وأنا تلميذ في الثانوي وأنا في حزب الوفد. أيوة. ومرتبط بحزب الوفد كفكرة وكتعبير عن التراث الوطني للأمة المصرية. هو تاريخ مصر إيه هو؟ مش تاريخ مصر من 19 ل 52، ما أقول إيه هو تاريخ مصر؟ هو تاريخ الوفد، تاريخ الوفد هو تاريخ مصر، هو تاريخ الوطن في تراثه العام وخطوطه العامة في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية وحق المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، كل هذه المبادئ التي دافع عنها الوفد والتي أصلها عبر ممارساته. هو الوفد مش اللي عمل مجلة التعليم ولا حد تاني اللي عمل مجلة التعليم، هو الوفد اللي عمل مجلة التعليم. هو عارفة حزمة القوانين العمالية السائدة في مصر حتى الآن هي اللي أصدرتها حكومة الوفد بزعامة مصطفى النحاس في حكومة 42، الحزمة هي تحديد ساعات العمل والأجر الإضافي والتأمين وإصابة العمل إلى آخره، حزمة القوانين العمالية دي كلها، جامعة الدول العربية اللي عملها الوفد، الاستقلال الوطني والغاء معاهده 36. يقول لك ايه الوفد لغى المعاهده تحت الضغط الشعبي. طب ومعنى ان رئيس الوزراء وزعيم الامه اللي هو مصطفى النحاس ينصاع للضغط الشعبي ويطبق هذا، معنى هذا ان هذا الحزب يعبر عن ضمير الامه وصوت الشعب. على هذا الاعتبار احنا منتمين للوفد ونود ان نعبر عما نؤمن به وان نخدم منطقتنا اللي احنا اتولدنا فيها وبنعيش فيها، لان احنا منتمين لهذه المنطقه ومنتمين للمبادئ اللي عايزين ندافع عنها طبعا. من اجل ان نصل الى مصر المستقبل، مصر الدوله الحديثه، القانون هي اساس التعامل ما بين الافراد والمواطنه هي مناط الحقوق والواجبات. بشكر حضرتك جدا مهندس حسين منصور، مرشح عن دايره الخليفه والمقطم والضرب الاحمر عن حزب الوفد ونائب رئيس الحزب وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين. بشكر حضرتك جدا. شكرا جدا. وفاصل مشاهدينا وهنعود لاستقبال ضيفنا الأستاذ عبد اللطيف صبحي المرشح عن دايرة 6 أكتوبر عن حزب الوفد.
مرة أخرى أهلا بكم في الطريق إلى البرلمان. ضيفنا أستاذ دكتور عبد اللطيف صبحي المرشح عن دائرة 6 أكتوبر وزايد والواحات البحرية، الأستاذ والدكتور للتشريعات والقوانين الرياضية بكلية التربية الرياضية في الهرم وعضو مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أنا يعني اخترت نبدأ على طول بدون ديباجات لأن الوقت محدود وعايزة أعرف من حضرتك حاجات كتير، لأنه الحقيقة في حوارنا قبل ما نطلع على الهواء حضرتك كلمتني جايب معاك الدستور طبعا. وكلمتني عن الدور الحقيقي لعضو مجلس النواب، انت ليك وجهة نظر في هذا الدور مختلفة، اشرح لنا. اولا طبعا انا سعيد جدا ان انا موجود النهارده بقناة الحياة ومحاضرتك الاستاذة دينا، وشرف ليا كبير ان انا موجود مع حضرتك النهارده. احنا اللي اتشرفنا بيك، اهلا وسهلا، وده دورنا ان الاعلام يبين في الطريق للبرلمان مين اللي هيصحبونا في هذا الطريق. ربنا يخليك يا رب. اهلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني سؤال طبعا، ما هو الدور الحقيقي لعضو مجلس النواب؟ هذا المفهوم غايب عن 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 ثقافة المجتمع شوية، يمكن غايب عن بعض أعضاء مجلس النواب. دور عضو مجلس النواب هو دور تشريعي في المقام الأول، ودور رقابي على الجهات أو الجهة التنفيذية الممثلة في رئيس الوزراء لحد أدنى يعني أدنى موظف في الجهة التنفيذية. المشكلة إن في هنا معادلة صعبة جدا، إن الناخد نفسه غايب عنه هذا الدور. الناخد دايما بيبقى عايز اكتر حاجه محتاجه هو الدور الخدمي، ان يخدم بطريقه مباشره في 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 موضوعات تخصه. طبعا اللي هو عايز تعيين، عايز مدرسه ينقل ابنه جدا. عايز يدخل ميه، عايز فدي معادله صعبه. يعني مثلا ايه، انا جايب الدستور، ان مثلا نص الماده 101 بالدستور بتقول ايه، يتولى مجلس النواب سلطه التشريع واقرار السياسه العامه للدوله والخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والموازنه العامه للدوله، ويمارس الرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه. طب انا هدخل مع حضرتك مباشره في الموضوع. لو حضرتك دلوقتي نايب في البرلمان ومعاك اليات البرلماني في ممارسه حقوقه التشريعيه والرقابيه، هتقدم لمين اولا السؤال، ثانيا طلب الاحاطه، وثالثا الاستجواب؟ يعني نبدأ بالسؤال. طبعا احنا يعني بنؤيد ما اتخذوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده من قرار فيما يخص استقاله. بس نقدر نقول استقاله مش اقاله، لانه قبول استقاله. طبعا ان الشعب محتاج من الساده الوزراء المزيد. طبعا هنا اول حاجه بطلبها، من احنا عندنا ثلاث محاور اساسيه في التشريعات اللي المواطن محتاجها. في تشريع يمس المواطن بطريقه مباشره زي الصحة والتعليم، وفي تشريعات تهم تقدم المجتمع، التنمية زي المرتبط بالتعليم والبحث العلمي. إن البحث العلمي النهاردة لو التشريعات المرتبطة بالبحث العلمي وضعت كما ينبغي، والأستاذ يعني أستاذ الجامعة إنه قدر إنه ياخد جزء من حقوقه، سيطور هذا المجتمع. وهناك تشريعات اقتصادية طبعا، وفي البحث العلمي يعني واحد زي باراك أوباما في برنامجه الانتخابي رفع ميزانية البحث العلمي بالضبط كده، كل كلها أعلى ميزانية. يبقى إذن تشريعات اجتماعية تمس المواطن بطريقة مباشرة، تشريعات مرتبطة بنمو وارتقاء المجتمع، وتشريعات مرتبطة بالاستثمار والاقتصاد في المجتمع. كل الكلام ده كله طبعا مرتبط بقوانين الاستثمار وكل الكلام ده. ما هو البرلمان ده دوره ان هو هيحط التشريعات والقوانين. ده الدور الحقيقي لنمو وارتقاء المجتمع. نرجع لدور البرلمان ده تحديدا. بالظبط كده، نرجع لدور المجتمع. يعني انا في دايرتنا مثلا احنا عندنا دايره اكتوبر وزايد والواحات البحريه. هبدا مثلا بالواحات البحريه. الواحات البحريه كميه مشاكل غير طبيعيه بتقابل الواحات البحريه. يعني حضرتك مثلا تعالى مثلا ان الدخل الاساسي للواحات البحريه هي النخيل عندهم قفه اسمها سوسه النخيل. دي تقريبا مدمره جزء كبير جدا من النخيل، فبالتالي ملهاش علاج. العلاج بيبقى عباره عن مبيدات بتوفرها وزاره الزراعه، ساعات بتوفرها والاغلب ما بتوفرش. يعني كنت هتقدم طلب احاطه بقى لوزير الزراعه ان لو اهالي الواحات البحريه ما المبيد ما راح لهمش، خلاص الدخلهم الاساسي انهار. ده الجزء الاولاني. عندهم مستشفى تشوفيها من بره حاجه، ولا يعني مستشفيات اوروبا تخش من جوه ولا فيها معدات ولا فيها اجهزه ولا فيها اطباء. يعني بيحكموا وعلى كم مواطن بقى، كم يعني سمع. الواحات اعتقد داخلين في 50,000 بني ادم هناك. عدد ضخم جدا من الناس دي مثلا في المستشفى. مثلا نسبه كبيره من اهل الواحات البحريه بيعانوا من الفشل الكلوي، ان الميه فيها حديد. يبقى اذا على الدوله ان هي المفروض توفر مياه او محطات تنقيه ميه. طيب احنا جبنا يعني لحضرتك العمده محمد سلامه عمده الواحات البحريه على التليفون. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك. اهلا حضره العمده. اهلا بقناه الحياه، واحنا مشكرين
لإتاحة هذه الفرصة، ومع الدكتور عبد اللطيف الرجل المحترم. حقيقي الدكتور عبد اللطيف صبحي معانا، وكلمنا عن مشاكلكم حضرة العمدة، ايه اللي انتوا بتشوفوه عندكم محتاج لوقفة، محتاج نايب يعبر عن صوتكم فيه ويقدم فيه طلب احاطة او استجواب او سؤال في البرلمان القادم؟ سيادتك احنا عندنا كم، زي ما بيقول الدكتور عبد اللطيف، عندنا كم من المشاكل لبعد المسافة، واحنا منطقة نائية اساسا. فمن اهم المشاكل في قرار طلعه وزير الري حاليا بان احنا الابار بتاعتنا المياه بتاعتنا كلها مياه جوفيه، ووزير الري طلع قرار بان الابار البير اللي تغور ميته ويبوظ ما يتحفرش تاني، ما يتعملوش بير تاني، رغم ان القرار بتاعنا قرار جمهوري بسنه الاساس اللي هي سنه 1961 من مدة جمال عبد الناصر. طب ايه السبب، ايه سبب القرار ده، ايه سبب صدور القرار؟ عايزين يوفروا، ويوفروا على حساب مين انا مش عارف. يعني ايه طلباتكم حضرتك، قول لنا على طول ايه المطلوب. القرار ده اتلغى، احنا هنروح فين؟ ده هيموتونا. احنا دلوقتي هنروح على فين؟ ده دلوقتي حضرتك طلع القرار ده يبقى هيبور الارض، يبقى النخيل بتاعنا زي ما بيقول لك الدكتور عبد اللطيف، احنا حياتنا كلها على البلح. طب وايه حكايه الميه اللي نسبه الحديد فيها عاليه؟ هي دي الميه الجوفيه اللي بنتكلم عنها؟ الميه الجوفيه اللي هي احنا كلها ابار الشرب وابار الري. انا بكلمك في جزئيه حضرتك دلوقتي، ابار الري وفي ابار الشرب زي ما بيكلمك الدكتور عبد اللطيف. وما عندكمش اي محطات تحليه؟ مع سيادتك في بعض المحطات عاملاها الجمعيه الشرعيه. احنا بناخد الميه من المحطات بتاعت الشركه وناخدها على حولوها نودوها على محطات المياه الشرعيه. طيب بشكرك، بشكرك جدا سيادة العمدة محمد سلامة عمدة الواحات البحرية. إذا بنتكلم عن 50,000، في حدود 50,000 نسمة أو يزيد. خلينا نتكلم في نقطة سريعة، بغض النظر مجلس النواب وغير مجلس النواب، لازم الدولة تنظر نظرة جيدة للواحات ومثلها، مش الواحات البحرية بس. لا، وما تكونش محطات التحلية عاملاها جمعية شرعية. احنا بنتكلم عن الانتخابات دلوقتي والبرلمان اللي هيدخل فيه ناس ممثلة ليهم الجمعيات الشرعية، واحنا بنتكلم عن ان احنا في دولة هي اللي بتنتبه للناس ده اللي بنتكلم عليه حضرتك. الدولة لازم تتدخل بقوة، مواطنين مصريين لازم في اهتمام، عندهم مشاكل كبيرة جدا. يعني لو نسرد المشاكل هنلاقيها عندهم طريق فردة واحدة على طول حوادث، ليه ما نعملش فردتين؟ ما احنا بنعمل طرق دولية، ما ليه ما نعملوش؟ الواحات ليها مشاكل كبيرة جدا. يعني مش عايزة يعني اسرش، الناس عندنا 6 اكتوبر، 6 اكتوبر دي كانت من افضل واشيك المناطق العمرانية الجديدة، النهاردة بقى فيها عشوائيات. طب اسمح لي قبل اكتوبر هنتكلم عن زايد ونروح هناك مع زميلنا محمد مبروك، وهيكلمك برضو عن اهالي دايرتك، الدايره اللي انت بترشح عنها، ونشوف ايه مشاكلهم وايه طلباتهم منك. محمد مبروك اهلا بيك، وتفضل معاك وسريعا عشان الوقت. مساء الخير. اولا دينا، بالفعل من منطقه مختلفه في هذه الدائره نتابع رغبات المواطنين ومطالبهم من النائب المنتظر في برلمان المقبل لمصر. ايضا التقينا بعدد من المواطنين في هذه الدائره، حدثونا حول مشاكلهم مع الصحه ومع التعليم، ايضا عدد من عمال اليوميه في الشيخ زايد وفي عدد من المناطق والذين يعملون في المشروعات الجديدة التي يتم العمل فيها. حدثونا أيضا عن الحقوق العمالية المرتبطة بهم، مع مزيد من التفاصيل مع يعني أحد السكان في الشيخ زايد. برحب بك فندم. أهلا بيك. خلينا أسألك مباشرة عن طلباتك وماذا تنتظر من النائب المقبل في البرلمان. أهم حاجة من النائب، أول حاجة النائب بتشوفه قبل الانتخابات في كل حتة، بعد الانتخابات ولا تعرف تقابله ولا تتكلم معه، محتاج له واسطة، دي أول حاجة. أهم حاجة يشوف ظروف الناس والغلابة اللي مش لاقيين، مش اللي هو قرايبه بس دول هو اللي خلص لهم مصالحهم، والناس اللي قاعدة في التكييف وملهاش دعوة بينا، أنا بنتخب وما بشوفوش تاني. تمام، الدنيا بقت مولعة ومحدش حاسس بحد خالص، ولا النائب هيحس بينا حتى لو انتخبته. يعني أنت بتروح تنتخبه وبتنتخبه عشان بس كده عارفه بتاع، لكن هو هتيجي تقابله ما تعرفش تقابله. أنا عندي مشكلة في كذا، هنا نفس القصة برضو، تيجي تتكلم في الإسكان الشقق بتنزل. تمام، عارفة هي راحة فين لناس معينة،
في الاسكان، الصحه تروح المستشفيات، لو كنتش تعرف واحد في المستشفى جوه مش هتتعالج ولا يعرفوك، لازم تكون عارف مدير مستشفى، عارف ممرض، عارف اي حد، لا تدفع فلوس. هي البلد ماشيه كده، في كل مصلحه لازم تدفع فلوس عشان تمشي. هل عضو مجلس الشعب هيعمل الكلام ده؟ طلباتك مزيد من الرقابه، الرقابه على عضو مجلس الشعب ذات نفسه، اللي انا بنتخبه، اللي هو مش هينفذ اللي انا بنتخبه، هو هينفذ لقرايبه بس، لكن انا هيعمل لي حاجه؟ مش هيعمل لي حاجه. انا بقول لك من دلوقتي اشكرك، بشكرك للوقت. ايضا معي احد المواطنين من الشيخ زايد، برحب بيك. طارق فاروق. طارق، قول لي طلباتك من النائب المنتظر، ايه اللي انت عايزه من النائب المنتظر؟ والله انا انتظاري من النائب المنتظر ان هو يطبق الدستور اللي احنا كلنا استفتينا عليه في 2014، لان الدستور ده عباره عن قران للدوله، زي ما هو قران بنمثل فيه الشريعه. انا عايز منه ان هو يبص لحاجتين مهمين جدا، اول حاجه التعليم، عندنا التعليم يعني لا باس بيه خالص، وعندنا الصحه، الصحه المستشفيات، احنا بنخش المستشفى بيبقى الاولويه للرتبه، الاولويه للقائد، لكن لاي بني ادم بسيط عادي ما حدش بيهتم بيه. برضو انا بطلب من عضو مجلس الشعب انه يتواجد مع الناس يوميا، يعني كل يوم يبقى واقف موجود في مقره، نوصل له وندخل له، مش النهارده بيقف جنبي يقول لي هتنتخبني اقول له اه، تاني يوم ما لقهوش. لا، انا بطلب من عضو مجلس الشعب ان هو يهتم بكل واحد بقريته، وكل واحد يعني ربنا يتقي عمله ربنا يجعله انسان صالح. وانا بصراحه بطالب منه كمان انه يهتم بالموظفين اللي هي بالظبط البطاله، اللي كل الشباب دلوقتي احنا بقينا عندنا نسبه كبيره جدا من البطاله، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. شكرك. شكرا يا فندم. شكرا. دينا يعني احد المطالب من النائب المنتظر عن دائره اكتوبر، واليك مره اخرى. شكرا محمد مبروك. الحقيقة الكلام ده مهم، المهمة مش سهلة، يعني الكلام ده لازم يتاخد بمحمل الجد. كل ما دخلت في منطقة زي زايد وأكتوبر، المستوى التعليمي مرتفع، الوعي السياسي مرتفع، الناس بتطلبك بأنك متواجد طول الوقت، أنه مش هتضحك علينا تاني، بتطلبك بالتعليم. طبعا أنا أضم صوتي لصوت الناس فعلا كتجربة. أنا أول مرة نزلت انتخابات مجلس الشعب كتجربة إحنا عشناها وحضرتك عشتيها، إن عضو مجلس النواب السابق إحنا كنا بنشوفه فعلا، ده كلام حقيقي جدا وأنا أؤيد هذا الكلام. لكن أنا شخصيا تجربتي مثلا، أنا عضو مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، أنا الحمد لله نجحت 5 مرات في النادي. الحمد لله نجاحي 5 مرات في النادي مش من فراغ، أنا تقريبا متواجد في النادي 8 و9 ساعات. أكيد طبعا، ودور إن شاء الله حبي للعمل العام يؤكد لي وحرصي إن أنا أتواجد مع أبناء أهل الدائرة، إذا كنت أرغب في إن أنا أترشح مرة أخرى. اللي عايز يترشح مرة أخرى أو أكثر من يحسن الأداء، يحسن الأداء، ده واحد. رقم 2، أضم صوته لصوته في موضوع الدستور. أنا جاي حضرتك أتكلم بالدستور. هذا الدستور لو طبق المواطن المصري سيكون اسعد مواطن في العالم. ويا ريت حضرتك تدفع الكاميرا علشان نقول انك جاي ومعاك الدستور. بالظبط، انا ما اعرفش هو بيتكلم في ايه. انا بقول لحضرتك لو طبق هذا الدستور بكل ما هو موجود به، سيكون المواطن المصري اسعد مواطن في العالم، وان تكون كل مواده ملزمه في التطبيق، ويعاقب من لا يطبقها، ويعاقب، وده دور عضو مجلس النواب انه ينفذ كل كلمه في هذا الدستور. دي نقطه. طب اسمح لي، انت قلت نقطه مهمه، انا اول مره ترشح للبرلمان. ازاي شايف فرص المرشحين الشباب اللي زيك واللي اول مره يترشحوا، واللي عندهم هذا الطموح، واللي ملتزمين بشكل يعني عندهم من الوعي السياسي اللي يسمح لهم انهم يتكلموا زي ما انت بتتكلم، مش قلقان من انه فرصك يعني قدام رجال الاعمال او اصحاب الخلفيه الشرطيه او مثلا اصحاب او المدعومين بالمال السياسي؟ اكيد قلقان منهم. طالما خدت هذه التجربه فان شاء الله فرص النجاح ان شاء الله تكون طيبه، وانا ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى كبيره، وثقتي في قدراتي ان انا ان شاء الله اكون ممثل جيد في البرلمان ونائب عن دائره 6 اكتوبر زاد الواحات. طبعا هناك من مترشح في دائره 6 اكتوبر من هو رجال اعمال، بس كلهم ناس محترمه جدا جدا جدا، باشيد بيهم ومش عايز اقول اسمائهم طبعا عشان ما يبقاش يعني كلام. فلا الحمد لله، حتى لو هم نجحوا احنا هنفصل بورت ليهم، احنا نجحنا كشباب دعم ليهم، وانا اثق تمام الثقه اذا احد اثنين نجحوا اكيد عبد اللطيف هيكون احد اطراف المساعده معاهم، اذا انا نجحت اكيد هستخدمهم. ايوه، بس في ناس كتيره عايزينك، عايزين طموح الشباب، عايزين نشاط الشباب، تواجدك اللي موجود. انت قلت نجحت 5 مرات في نادي مدينه نصر، لانك ما بتسيبش النادي في نادي عفوا 6 اكتوبر، لانك ملتزم بالتواجد في النادي طول الوقت، والا ما كنتش نجحت 5 دورات متتاليه. اذا الناس محتاجه الحماس ده. ثقتي كبيره في اعضاء نادي 6 اكتوبر الاول طبعا، اعضائنا، وثقتي كبيره في ابناء الدائره اللي انا فعلا يعني بلف حواليهم وبظهر قدامهم، بنقل لهم افكاري وبرنامجي الانتخابي، وثقتي كبيره
كبيرة أكتر في ربنا سبحانه وتعالى إنه إن شاء الله هيوفقنا بإذن الله في هذا الموضوع. أنا عايز أرجع بس 6 أكتوبر. 6 أكتوبر مدينة من أفضل المدن يعني الجديدة. الجديدة. ولكن ظهر فيها عشوائيات وظهر فيها مشاكل كبيرة جدا. ده نابع لكثير من الأسباب. قد يكون سبب في الإدارة إدارة المدينة. قد يكون سبب في كل ثقافة المجتمع. دي نقطة رقم 2. رقم 3 كثافة السكانية اللي جت 6 أكتوبر. فبالتالي من على سبيل المثال مش عايزة أقطعك بس علشان على سبيل المثال يعني بما أنك ذكرت هذا الموضوع مشروع ابني بيتك ده عندهم مشكلة كبيرة جدا عندهم مشكلة كبيرة جداً. ومعانا أستاذ طه جادو نائب رئيس جمعية ابني بيتك. تحب تسمع مشاكله؟ طبعا اتفضل أستاذ طه. أهلا بحضرتك وبحيي الأستاذ الدكتور عبد اللطيف صبحي. بشكرك واحنا بنحييك وعايزاك تبدا في المشكله مباشره علشان احنا عندنا الوحده الصحيه جهاز اكتوبر مشكورا بناها ولغايه دلوقتي وزاره الصحه استلمتها ما وفرتش الاجهزه الطبيه وقالوا محتاجين على الوحده الصحيه 1,200,000 فالسكان المنطقه هم اللي يدبروا تكاليف الاجهزه الطبيه لان وزاره الصحه ما عندهاش. دي هي الموجوده فين المنطقه الموجوده فيها؟ احنا خلف حي الاشجار وخلف مدينه الفردوس وورا مدينة الانتاج الاعلامي حدائق اكتوبر. ابن بيتك المنطقة التانية حدائق اكتوبر. عندنا مدرسة تعليم اساسي في المنطقة الرابعة لسه فتحة جديدة واغلبية سكان ابن بيتك محدود الدخل اغلبيتهم تعليم اساسي عربي فعايزين المدرسة عربي الا ان تعنت مدير ادارة تعليمية لستة اكتوبر عايزها تجريبي. يحل مشكلة الانتظار اللي عنده ويجيب لي طلبة من دريم ومن حي الأشجار عشان يجيبهم في المنطقة الرابعة في المدرسة اللي معمولة لابن بيتك. ما هم برضو عايزين مدارس ما نقدرش نقول تعنوا طول الرجل مش معانا دلوقتي يعملوا على مدارس عندهم في الكمباوند بتاعهم. يبقى ما نقدرش نقول انه دي مدارس خاصة لجوه الكمباوند لكن احنا بنتكلم عن دولة. دولة بتراعي الكل والكل موجودين في مكان واحد زي كل منطقة في مصر. الأولوية للأغلبية ولمستفيد ابن بيتك. هو بيتكلم على ثقافة المجتمع. احنا محتاجين مواصلات عامة للرماية ما فيش مواصلات عامة. بالظبط كده. احنا التوك توك دوت منتشر. عندنا مفيش امن. عندنا عملنا كرفان للشرطة ومجهز ومحتاجين افراد الشرطة. احنا بركة الصرف اللي هو بتاعت حي الاشجار ما بين الفردوس وما بين حي الاشجار ديت مصدر الناموس على ابن بيتك. احنا ما عندناش بالسودة على نبيب. مفيش منفذ لبيع السلع التموينية. بنروح نجيب السلع التموينية بتاعتنا كل شهر نروح نجيبها من الجيزة ومن امبابة والمناطق القديمة. ما بس عندكم سوق خضار جميل قوي الناس بتجيلكم كل حتة. بشكرك جدا. ايوه سوق خضار. احنا عايزين قطاعي منفذ بيع سلع تموينية ومنتجات غذائية تبع القوات المسلحة. طيب انا بشكرك جدا استاذ طه جادو. اتفضل كاتبهم ولا تحب تتكلم عليهم بشكل عام عشان الوقت خلاص. لا هو خلاص يعني هو تقريبا كل قاله استاذ جادو بس انا ايه خليني بس عشان حضرتك انت هتقابلي مرشحين ان شاء الله فتره جايه كتير. شفت الكلام اللي اتقال من استاذ جادو واتقال من سعاده العمده محمد سلامه. كلها موضوعات من المفترض انها ما تمسش عضو البرلمان لكن المعادله الصعبه في التطبيق. ان على عضو البرلمان ان يكون تشريعي وفي نفس الوقت خدمي. في نفس الوقت يعني تشريعهم الدور التشريعي وفي نفس الوقت يقدم الخدمات لأهل دائرته. اذا لم يقدم اذا قام بدور التشريعي على اكمل وجه ولم يقدم الخدمات فبالتالي يحكم عليه ان هو غير قادر على خدمه اهل الوطن. فبالتالي وجبه عشان عقبال ما ثقافه المجتمع تتغير عضو البرلمان لازم يكون له دور تشريعي وايضا له دور خدمي يخدم الناس على قد ما يقدر طبعًا. لحد ما الناس فكرها وثقافتها تتغير. هقول لك ايه الفكره الجديده اللي ممكن تتغير في البرلمان اللي جاي اللي احنا عايزين نغيرها في ثقافه المجتمع زي ما حضرتك بتقول ان الخدمه مش فرديه الخدمه جماعيه. بالظبط كده. ده اساس تبع وانا كل بتكلم انا راجل مش مالي مش معايا فلوس اصرف ولكن معايا فكره اجيب بيه فلوس للناس. هو ده اللي انا داخل بيه للناس فكر ان اقدر اخدمك فكر ان ابقى قوي في البرلمان. ليه اخترت حزب الوفد؟ حزب الوفد قادر على تشكيل الاغلبيه او الاكثريه في البرلمان وفق منصة هذا الدستور ان الحزب صاحب الاكثريه هو الحزب اللي يكون بتشكيل الحكومه. لو انا كنت مع الحزب شكلنا الحكومه قادرين على اختيار الوزراء فبالتالي اكون اقوياء في البرلمان اكون قوي دايرتي اقدر اخش لاي وزير احقق مطالب العامه احقق المطالب العامه للمواطنين. إذن إحنا قدام برلماني كمان عنده طموح إن الحزب اللي هو مترشح عنه يكون هو حزب الأغلبية اللي يشكل الحكومة القادمة. بتتكلم عن حزب الوفد. نتمنى لك التوفيق أستاذ عبد اللطيف صبحي المرشح عن دائرة 6 أكتوبر وزايد والواحات البحرية عن حزب الوفد الأستاذ والدكتور للتشريعات والقوانين الرياضية بكلية التربية الرياضية بالهرم وعضو مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر لخمس دورات متتالية. فاكراها دي مهمة جدا لأنها دليل على النجاح وعلى حسن الأداء. الحمد لله. بشكرك جدا
الأستاذ دكتور عبد اللطيف صبحي، وبشكركم مشاهدينا لمتابعة الطريق إلى البرلمان. غدا نلقاكم في نفس الموعد اللي بدأنا فيه، وحتى حين موعد لقائنا دمتم بخير.